مساء كورت ايش يعني كريسماس يعني سنه جديده؟ لا لا والله صدفه والله. لا كيفك؟ والله بخير. كيف وينك غايبه ثلاث ايام ذي اربع ايام؟ اوف عديها. كيف الناس الطيبين بيفقدهم؟ اعترف ها انت بيك فان. والله انجليشي جود نوت بس من باب الاحتياط هبي شحمه. تنزل جوله. كيف حالك يا كرمن؟ عساك طيبه. والله تمام تمام انت كيفك اخبارك؟ لعبت مع قبيله، لعبت مع اثنين يتكلم. والله تمنيتك معنا يا كرمن. مين هم اثنين؟ مدلهم هم خوان ولا عيال عم ولا عيال ما يتكلمون الانجليزي. ديفن وديلن. والله مدري واحد من اسمه دلفين، مدري دلفين، مدري الثاني مدري والله وش اسمه. ديفن وديلن قدرت تتواصل معهم؟ اثنين خواجات ما انجليشي قد نوت. كل ما قال لي شيء قلت له والله مدري ايش تقول لك ما باب الاحتياط. كل ما فعل يخص عليك. ما والله ما ادري لاني سمعته يسوي زي كذي. الظاهر اني طقطق على شنبيه. لا لا هم بطقطق هم طيبانين، لكن انت من اعتاد على المشاكل ظن ان طيبتها كمين صح؟ في مثل اسمه كذا؟ والله مدري من اعتاد ايش اسمه؟ من اعتاد القلق ظن ان الطمانينه كمين. ده انت كيف حالك انت يا كرمن؟ كيف وين رحتي؟ كيف فين احتفلتي؟ وش اكلتي في الاحتفاليات؟ اكلتوا طرطه؟ اكلتوا؟ لا 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 شوف ان مشينا الطرطعنات اللي هي بسموها كاونت داون عندنا هنا شو، والطرطعنات دوف 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 طراطيع. ايوه في الشارع، فمكان كذا زي منتزه مفتوح والكل يجي يطرطع والناس جت من بدري. ف وبعدين كل حد ضم اللي جنبه قال لي انا اسف سامحني بدايه سنه جديده. جي يا جي حبيبه قلبي معلش سمعتي ضربت. جي انتظر التربل، انتظر التربل. ايوه وش بعد يسوون؟ وبعدين طرطعنات، وبعدين شغلوا اغاني، كان في ناس رقصوا في الشارع تيرتي 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 تربل. ها يعني ايش بك؟ ايش بك؟ لا لا خلاص حافظ مش فاهم. عيوش يا عيوش عيوش الدبله ذي لي انا ولا لسعيد؟ تبع ابوك يا فخم. ربعيه 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 شدوا تريبل شدوا لازم نحكمه. وش تشربين عصير ايش؟ مشروب طاقه اسمه مونستر ترى مره حلو. هي وش دراك ان الحين ذي ما فيه حاجه ما هي ما في ده حتى بجيبه منه في السعوديه ترى بينباع بيكون مستورد. والله كفو لانا امون يا عيال تريبل تريبل يا عيال ثلاثه يا اخوان شدوا لازم نحكمه يا جماعه شدوا. والله اني ضيعت الوصله ذيك يا حقتي يا كرمين ولا ادري فين لقيتها بقى. ربعي يا ربعي ملكون يا ربعي. ايوه ايش قلت يا سعيد؟ اقول كم من وصلها اشبك الشاحن والسماعه مع بعض لكن من فين وديتها؟ طيب ليه ما يكون عندك اكثر من شاحن؟ انا عندي اربع شواحن. اذا قعدت هنا بالغرفه شبكت، قعدت في الصاله شبكت، في الغرفه هناك. والله معك فلوس ما تدري فين تودينا. ما قصت فلوس بس مشوار ما احب امشي اجيب الشاحن واجي انغث. ففي كل مكان قاعده لي عندي في كرسي جنبه في شاحن. صدق سودانيه يعني ما جبتي شيء جديد؟ ما فيك حتى تتحرك. دقيقه ارد على زياد. شفتوا اتنمر علي؟ يلا صمم ونزل. لا طيب باقي دقيقة ونص على جولتي أنا وزياد، نخلص نرسل لك بعد دقيقة ونص. طيب أنا وسعيد الزهراني للأسف بحط سبيكر. يلا قول له أنت خليه يسمعك. يلا قول سعيد على صدامك قصدني لفست يا عديم المستوى. ها تعال والله والله لا خليه يقطبني. تعال قال والله لا دقك دق يا مروي دقاق يدق قلبك. قال يا مروح قال لك دقاق يدقك في البر قفل. طيب ما تستنى وصل المعلومه. شو الناس الزمن ده مستعجلين مستعجلين. تحب الهروج تحب النقنقه. والله فرحت وقاعده اوصل القيل والقال. اخر مره وصلت قيل وقال ايام الجامعه. ربعيه ربعيه اخر دقيقه. ها يلا قول هات أسوأ موقف عدى عليك في البلد اللي انت عايشه فيه الحين في امريكا. موقف تمنيت انك ما جيتي امريكا من الاساس.
ما ده ما صار. طيب قد تعرضت لكن للسرقة؟ لا يعني إلا تحت بس تهديد السلاح؟ بطاقة بنك، بس ده ما له دخل في أمريكا، يعني بطاقة بنكية. لكن سرقة كده فيس تو فيس لا. طيب أنا سمعت إن هناك اللي مثلا اللي يقطع إشارة يروح المحكمة ينسجن. انت تعال، عندي مخالفة لين كم شهر ما والله سمعت سددتها. اللي هذه يروح والله ايوه، بيودوني محكمة عارفة ها والله يمكن تاكلين عدس ولا هم ما يا يعرفون عدس. يا جماعة أمانة ذكروني، عندي مخالفة لـ4 شهور، ما ادري 5 شهور. والله الله يعينك والله تدفعي. يا شوفي فخم لب ابوك ابو عبد الله بحبوح. عيوش يا عيوش، بعد قلبي يا ام جي يا ريم، مفتاح سبايكي هي اسمعي مكبسين. بس حكم واحد، هات تغمضين عينك زي كذا وتقولين 10 مرات بدون ما تغلطين، كل ما تغلطين تاكلين ملعقة ملح. ايش يقول؟ مناشف شراشف مفارش. مناشف شراشف مفارش، مناشف شراشف مفارش، مناشف شراشف مفارش، مناشف شراشف مفارش، مناشف شراشف مفارش. ملح 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 بسرعة 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 يا كريم أمانة بسرعة. سعيد. لا والله ما عاد اسامحك مرة ثانية. يلا كملي. طيب مناشف شراشف. طب عادي يشرب ده مع كل لقمة؟ طب ادي حكم تاني صدق. يلا قولي 5 مرات 10 مرات. خعاخع 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 خعاخع. ملح ملح ملح. جيبي 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 والله ما منك فائدة. جيبي علي وزياد طيب جيبيهم. انا لله وبعد ايده. اجيب الملح. اهون خلاص انا عليك اهون عليك لا يا والله ما تغير يا سعيد، كريم. انا لا اهون والله ما عليك. هيا جيبي جيبي شو اسمها. طيب سعيد بسألك، لو يوم نزل لي سكور بوم قبالك عادي على احكمك احكام حسب صمت؟ كم انت قول عشان ما تزعل علي مستقبلا. على حسب الأحكام اللي أنت بتحكمينها. مثلا هل نزل لي سكور أحكامك 90,000. متوافقة؟ طيب 90,000. لا 90,000 لا والله إني بس من غير تربل من غير دبل. إلا مع تريبل عادي مثلا. لا يعني 30 90,000 تربل يعني جاك ذيب. أحكام يعني على قد الذيب. ايش احكام اللي قد الذيب؟ يعني مثلا اشرب فنجان شطه مثلا تمضمض بمويه وشامبو. وهي تقعد تمضمض بمويه وشامبو؟ والله يهديك نحكي الشامبو جنبي هني والشطه هني كل شيء جنبي. انت ما قد طيب شفتي جولاتي مع القاحي اشهد ان لا اله الا الله. يا يجي خلاص، فيها يوم انت لو ضغط نزل لك سكور بوم بنفذ لك والله ابشر. تعال خلاص نجيب هيا زياد ولا حتطلع؟ جيبي. لا لا جيبي لنا بنكي وبرين. من هي بينك وبرين؟ علي وزياد. زياد حرام، زياد انا موعداه يا اخي. طيب جيبيه نلعب رباعي ولا اللي ودكم، بس يا اخي انتوا ازعاج. نقطة مينا. خلاص طيب على اساس ارسلت انه زياد. هلا زياد برين هلا. هلا برين. خلاص والله بجيبه من السلام اذا زعلتوا عليكم. بديكم هو. هلا هلا يا ربي حيا. هلا وسهلا. الله يبقيك ويغنيك الله يحييهم. كيف حالك؟ هلا زياد ترى قاعد يعيد. ترى قاعد ما شاء الله اليوم ماشي مجلس جديد. الو هلا الو معلق زياد. معلق عندك ايه ثوبك هذا اللي مدري من فين نقعته. الشبكة دي هو قاعد وين؟ والله شبكة تهاليفي مدني اقوى منها. ده شنو؟ ضبط ضبط ضبط. هلا ايش ابو زياد تسمعنا يا عيال؟ الو زياد يا اخي ما الو، اقسم بالله بسحبه بسعيده يوم اذوق عليها في البر. يقعد يعين لك يا اخي معقوله يا اخي؟ شنو وين منطقها عويا؟ انا طول ما معي سعيد ده وين ما نمشي الحاجات تخرب. لا لا هو والله ما هو مني انا سعيد. والله انت هو قاري مني. اذكارك اليوم ولا ما قريت؟ اي والله الحمد لله. معناه ده زياد ما قرا. لا لا هو زياد له اسبوعين قاعد يعاني من النت. والله والله ليه ايش والله صار؟ ما ادري غير البيت ما ادري غير النت ما ادري وش غير. مخه في الصياهد ولا هو اللي فاز فيها ايش اسمها؟ دبوس.
يا تدبوس. واحد اسمه دبوس هو اللي فاز بالناموس. ناموس شنو؟ يعني فاز بالجائزة حقتهم المليون. الجائزة مليون ريال؟ يمكن أشكال بعد والله ما أدري شو الجائزة. تخيل قلت لك جائزة كم زياد؟ قال لي 50,000 بس. لا وش اللي 50,000؟ تستهبلين أنت؟ مليون ريال؟ والله يمكن أكثر. يوم كلمتني قبل يومين كان دحين سلمت على زياد زي العرب. انكفح انكفح. شوفي لنا أربعة. طيب يلا نشوف رباعي. ايوه شوفوا لنا يا جماعة. ليه ما كلمتوني؟ كان دحين زياد يوم جيت سلمت عليه وقفت على حيلي. تعال نشوف من اسمها المهرة نستدعيها. والله انت اللي مهرهر. هاتها والله صدق والله. المهرة المهرة ما المهرة. لا بس هذه واحدة ثانية ما هي بذيكاية. هذه المهرة اللي جت توها من التيك. لا لا واحدة إماراتية مدري أردنية مدري. قطع الله الطلاق إنها غلة يا كرمن. كرمن غلة يعني حلوة. أقسم لك بالله شيء. عايز أخطبها لك ولا بس عايز تتفرج ساي؟ شوف ما أدري يمكنها متجوزة البنت. ما أنت عشان كده تقوم تسأل باللفة تقولها كيفك أخبارك؟ أنا بسألها. طيب لو طلعت ما متزوجة؟ قولوا لها قولوا لها سعيد يبغاك. أخاف تطلع ما متزوجة وتفشلني. يا عيال اسمها المهرة وعلامة الحصان وعلامة نت خايس. طيب احنا ايش نسوي يعني لما نرسل لك حيزين؟ زياد دي اخر مرة حنرسل لك نت خاس. احنا عايزين المهرة خلاص؟ يلا المهرة دي حبيبة سعيد الجديدة قلبي يحبها اخطبوها. حب حبت ركبك. يلا حضيفك في القسط شوف المهرة واذا ده اخطبها انت. يلا باي. يلا عادي ما اربعة انت جيب المهرة وانا بجيب زياد. والله النت حتى عندها فو. دحين صار النت عندها فو يوم قلت بجيب زياد. يلا جيب المهرة بسرعة. والله شوفيها معلقة معلقة الشيطان. توقف البث موقت. هاي هي في غرفة. الله أكبر عليك والبيت. سعيد آه من الصيد والله ما نملي بوريد. وش كارمن وش العلم؟ حنجيب واحدة اسمها المهرة ما حبيبة أحد. حلوة ولا لا؟ أهلين. ويلكم. أهلين. كيف حالك يا المهرة؟ بخير الحمد لله. كيف حالكم؟ بخير الله يسعدك. أنت بخير؟ الله يسعدك. يا مرحبا بكم حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك. المهرة كم عمرك يا ماما إذا مصرحة؟ ماما مصرحة خلاص أوكي. طيب المهرة متزوجة ولا لا؟ بس السؤال ده. لا لا خلاص حلو الله يسعدك يا رب. لا 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 لا, ما لا لا الواحد يعني يتخذ قرارات يندم عليها بعدين. حبيبي تشرفني فيك يا المهرة. الله يشرفك ان شاء الله. طيب كيف الطريقة ذا الحين؟ انا ما تحطني مع الولد اللي ما عنده شبكة ده. انا وكرمن وزياد ومهرة خلاص. وإذا فزنا من أحسن؟ لا أكيد رحنا نفوز. أكيد رحنا نفوز. طيب أقبلوا علي وزياد دحين معلق النت عندهم كيف يستقبلون؟ أنا تاني ما حجيب زياد. شوف يا سعيد تاني لو رديت على زياد أفصل في وجهي أنا خلاص. تب والله تاني لو رديت على زياد بلكني صدق لأنه المومي لا يلدغ من جحري مرتين. أنا تلدغت ثلاثة مرات اليوم. مهرة عاد يا سكي سؤال. أنت اللي غنيتي لي البرتقالة؟ واي وايد وايد خيبة خيبة خيبة. إيش أقول له؟ يعني سؤال بس يعني. لأنك عسولة ما شاء الله جميلة تشبهيهم صدق. شكرا حياتي شكرا شكرا. أنت دحين عايشة بالإمارات يا المهرة؟ إماراتية. ايوه عايشه بالامارات ولا عايشه برا؟ حبيبي ونعم والله ونعم فيك حياتي شكرا. مرحبا الساع. ايش مواصفاتك في زوج الاحلام يا المهره؟ طب حياتي افتح الجوله عقب نتكلم. افتح الجوله عقب نترمس. احب اللي مركز. طب الحين كيف مع زياد؟ نفترق ونرجع نجتمع ولا كيف؟ والله خلي هو بيعلق شويه وبيندل استندره وعينه.
لانه طول ما ندر. دقي عليه خليه ينقلع. اخ لو في خيار طن قلبي الله يفقع قلب العدو. والله من جد بدق عليه بقول له انزل خير ان شاء الله. قاعد حجز مكان. يا اخوان اللي يسال عن الليلينر حق المهره هذا اسمه الليلينر النمر. وين زياد حسبي الله عليك يا جماعه؟ يعني انتم ما عايزين نفترق ونرجع ولا كيف؟ زياد 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 والله بهواكم والله. شوف شوف خلاص بدق عليه بدق عليه يلا بدق عليه المهره دقي عليه دقي عليه افضل يا كلمه قولي له اطلع. طيب 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 يا عيال يمكن انتم ما تدرون بس والله يوم رحت الامارات ما حسيت اني انا سافرت، حسيت اني في بلدي الثاني والله. من طيبهم، من اخلاقهم، من احترامهم، من ما يرد. معلق عنده، كيف يشبك الاتصال؟ ما لازم كذا والله والله زياد اللي بارد جداد يودي الكوش نفترق وحنجتمع طول العمر. مهره. هلا. أنا حانزل وإنتي حتنزلي وزياد حينزل وحيجمعنا الحب والشوق يا مهرة. الجروب المتآلفة ستلتقي ولو بعد حين. يلا يلا تعالي افترق وارسل دحين يا سعيد. سعيد أرسل لي وارسل للمهرة. يلا لازم تطلعون لحالكم عشان ترسل لي. احنا نطلع وإنتي تقطع لجل ما تبقى مع زياد. يلا كلنا نطلع يلا. يلا باي. أوكي. يلا. لا 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 مهرة حتكنسل؟ اي والله لا والله كنسلي مرة كنسل جدا بعد. لما كنسلت انا حاسة في ما حتكنسل. ترى الشبكة مرة منعطبة شايفة. هلا هلا مهرة. هلا والله. هلا يا قلبي. هلا حياك الله. يلا نلعب. يلا أوكي. لحظة نجيب رابع. طيب ليش مستعجلات؟ طيب جيب رابع. عاد بالله مش. هيا مهرة مهرة إيش هواياتك يا ماما؟ حكيني عنك ودنا نتعرف عليك أكثر وأكثر. ان شاء الله مع مرور الايامات تتعرفون اكثر واكثر. مع مرور ايش؟ مع مرور الزمن تعرفوني اكثر. اه طيب انا بس كان ودي اتعرف يعني بس خلاص اوكي تمام. انا هواياتي الطبخ والنظافه وقراءه الكتب. حلو. والسباحه وركوب الخيل. فانا كان كذا كان ودي اتعرف عليك. حبيت. أنا هواياتي أخفتني ما ألقاك تختفي عني تتركيني للأيام. أنا هواياتي التنمر. أحب أطبخ مكرونة بشمل أسوي مفاطيح. حلو. أنا ما أحب وايد دشة المطبخ شي. إي باين عليك ما شاء الله بنت بنت نعمة. وأنا بنت شنو؟ طيب اسمعيني. عقاب واحدة كتب لي يا شيف عقاب. طيب دقيقة نشوف عقاب طلع. عقاب تو كان لاعب رباعي هو. عقاب لاعب لين دحين. كيف عقاب؟ إذا خلص بنجيبه بس عقاب لاعب. في أحلام العنزي إذا ما عندكم أحد. استدعيها استدعيها من أول يقول إن أبغاك تلعب معها. استدعيها بالله. بس أنا ما قد لعبت معها. شوف حنقعد عاقلين ومؤدبين. والله ما قد لعبت معها. يلا بس خلاص نقعد مؤدبين. البنت راقية وشعرها مستشور يمين يسار ما عايزين. خلاص أنا أيوة. أي أيوة بالله ما تفشلوني مع العرب. تعبت وأنا أتفشل عنكم. أي 7 يلا بسم الله. مهرة تجميع إيش أنتِ؟ هلا. يعني أنتِ إماراتية أصل وفصل؟ ولا عايشة في مقيمة في الإمارات؟ إماراتية. والله وش مرحبا الساع مرحبا الساع. يا مرحبا بالساع. يا مرحبا بك. أحلام ما قبلتنا شافت الوجيهة الثلاثة دي قالت بسم الله فر. والله ما
حط اللام، انا لو رسلوا لي ثلاثة وشوش دي ما بقبل. دقيقة اثنين من ثلاثة ليش نفسك يعني؟ طب اسمعوني من في؟ ما في احد. في رغد. رغد من هم؟ شوفي مرام علي، مرام علي. مرام علي؟ ميال؟ واحدة اسمها مرام علي. ما عندي مرام علي. اصبري خلينا نستدعيها. دقائق. هي فاتحة جولة ولا معاه من دالحين؟ شوف أنا ما عندي مرام علي. وين مشيتي يا رغد؟ قلبي وقف في غيابك. مهرة مشيتي وين يا مهرة المهرات؟ داخل الرباعي. طيب نستدعي غيرها؟ لا لا موجودة موجودة. يا جماعة ارسلوا انتو، انا ما عندي احد ارسل له. لا 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 ما عملنا نلعب والله ما في احد، ما في احد بعد. انا ما تريحت. طيب لحظة. الله يسعدكم يا جماعة، نلعب ثلاثي خلاص، ما لازم أربعة. اللي تبغونه. لا لقيت لقيت لقيت. لا دخلت جولة الله يلعن الإبليس. نقراشي ما هم فاتحين يا بنات. يا عيال روحوا عند مايا 77 قول لها سعيد يبغاك. عين انا حنوم لما سعيد يدخل رباعي صحوني. ده شنو العيش اللي انا فيها ده؟ مهرة تسولفي علي ولا نوم؟ مهرة انت ليه بس صادقيني؟ صادقيني ترى والله انا انسانه ظريفه وبقدس الصدق. لا تبشريني يا حياتي تبشرين. طيب كلميني عن الامارات، كيف جوكم؟ كيف الدنيا معاكي؟ بخير الحمد لله، بخير الحمد لله، ابد كل شيء بخير. وين بتمشي في اوقات الفراغ؟ اروح اصدقائي، اروح النادي. تمشي الجيم؟ ما شاء الله عليك. كيف التزم في الجيم يا المهرة؟ بسجل في الجيم اسحب فلوس وما قاعد امشي، كيف امشي؟ اديني تيبس نصايح. ايوه جات 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 جات. بعدين انا اعلمك. بعدين كل شيء بعدين يا المهرة. مهرة خلاص ما ادري اصادقك. لا عايزه توريني هواياتك. لا عايزه توريني الجيم شكلك ما قاعده تمشي. شكرا لك يا المهرة، جرحك وصل بس ما تسولفي معي خليني نموت. اها والله المهرة. شوفي الغله الغله صدقك. لا لا خلاص عقب وعد انا كلمتي ورمستك باي حاجه. اي رمسيني؟ زياد اطلع من حياتنا يا زياد صدق. زياد والله ما عندك نت تطلع من حياتنا الصدق. زينت النت؟ يلا حنرسل لك. يلا باي. يلا سعيد والله آه. الحلوات الدار تجيبي ماجن، خليني ارسل زياد قال طلع برا الشارع عشاننا. خلاص يلا معلش معلش. بعدين عندك المهرة جميلة، تجيب ثنتين جميلات ترى القست يخرب، سكر زيادة ما ينفع صدق. الو لا ها سيو هلا خلاص جاء جاء ضبط. زياد عين سعيد ما عايزك قرف خلاص. جي زياد كم واعد وحده. ها يا زياد قرنك تخون العشره يا سعيد، تخون العشره يا سعيد. وش معك مثل الطم كانك سارق انبوبه؟ ها سارق كفرات واي. والله يا سعيد سعيد شوف الاجواء يا سعيد كل ذا عشان ربعيه ربعيه تكبيس تكبيس لي وقت عشان ركز شوف الجوله. شوف الضباب يا سعيد اقبل يا زياد اقبل بعدين ورينا الضباب اقبل. قابل قابل انت مقبله انا استقبل. قبلتي يا ماما؟ يلا تكبيس تكبيس لي وقت المهرة. هلا كيف حالك؟ من وين؟ تكبيس لي وقت الإمارات من دار الحي. والله نعم والله والنعم منك. نعم ما شاء الله. متى سويتي حواجبك؟ والله من شغلة 10 سنوات شي. 10 سنوات ولا صارت باحثة ما شاء الله. ليش وايتي شخص من الإمارات؟ ربعي يا ربعي تكبيس تكبيس.
سعيد زياد ليه طلعت برا؟ والله عشان النت برد، درجة الحرارة عندنا 9. شوف شوف طب البس جاكيت. ما عندي في الصراحة أنا. اللهم اجعل ذنبي عليك إذا مرضت. يا ربي هن الله هن الله يا ربي. استغفر 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 الله العظيم. يا سعيد ورب الكعب إني أحبك والله. الله يسعدني في دار روحك. أسمع أنت ما قد سويت قبضة على الزفلت صح؟ على الصدام لو فزت اسوي قبض على الزفلت ولا اشوفك يا ابوي. تدري محتزم من؟ محتزم بالمهره صح. المهره ها قفلت الجوله. حواج من نمر راحت مهره. الله يلعن بليت. ربعي ربعي اول ما احتزمت فيها هجت يا جماعه. الدبل يا رب. حواج الدبل ركز في الجوله. كفو كفو. فارس وينه فارس؟ يا شيخ شيخ ربعي ربعي الدبل. طحست طحست البنت. ربعي ربعي الدبل الدبل زياد. لا لا احبك انا. خليك تتبطح على الرصيف من غير جاكيت. ربعي ربعي الدبل على الصدام. على الصدام انت ومهره ولا انا راكم شيئا يا عديمة مست. وهذا اللي سمعت وش يقول؟ يقول هلا كارم من حبي. من يحبك؟ هو يقول زياد تحبك النمله حبك المهره. ربعي ربعي الدبل يا زياد المروح الدبل. حلو حبايبي حبايبي يا ربع تكفون الدبل يا ربع. فارس وين؟ دبل 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 دبل. شدوا 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 شيروا يا ربع بنات عيال. تكفون التكبيسات يا جماعه. دبل التكبيس شقوا امسكوهم بالتكبيسات ردوهم. ربعي ربعي دبل. لا لا الله الله خليك تكشخ بعدين. تكفين الجوله يرحم امس. ارحم يا كفو. حلو يا رب بروحك يا عمري. ربعي ربعي شدوا يا فدا من بدا وشرك يا عيال. تكفون الجوله يا ربع. كم انت كبير يا مهرة. ترى زياد محتزم فيك. ان شاء الله ان شاء الله. مزكمة انت لحمية لحمية فيني كل شيء حبيبي يا سمو. كل شيء سمو يا سمو. الله يشفيك ان شاء الله. اسو يا اسو بعد قلبي والله. اسو سارة وميدو والمكبسين يا جماعة شو بعد قلبي يا خسو. فديتكم يا خسو. رمضان ما اسمها خسو اسمها اسو. اسو حبيبة قلبي يا بالله شيروا يا سعيد. من ودك تحكوا؟ انت من وين؟ من الامارات يا المهرة. محمد لبى روحك. انطيك البطاقة الشخصية. ايوه ايوه اعطيني ولك. انطيني ولك ولك دبشه ويا ولك شخبار سلامه. ما بدهاش تزبط يا جماعه كبسو. ما بدهاش ولك. تزبط يا زلمه ولك يا ربع الجوله. ولك ربعي ربعي ولك ندبش بالرجل ونص. ولك ما بدهاش تزبط يا زلمه. ايه يا زلمه ربعي ربعي الجوله. ولك الجوله يا ربع تكفون. ولك حل حل عن خلقك يا زلمه. الجوله فازت. ولك يا الربع ولك يا زياد وسعيد. ركزوا في الجولة. نبي ولك الجولة. طيب والله لحكمك يا زياد. انطيني انطيني الجولة. والله يا زياد والله يا زياد لحكمك في الشارع. يلا يا ربع الجولة. أساسا أنا في الشارع كذا كذا محكوم. ربعي يا ربعي الجولة. آخر الثواني شدوا. أنت مثل وجهك. آخر ثواني شدوا. يا ربع تكفون الجولة. الجولة يا ربع. كومن. ولك شيء لو تكفون. هديل. ربعي يا هديل. سعيد من أنت حتحكم يا سعيد؟ برين. زياد. سعيد سعيد سعيد. والله العظيم إني من عطب. وشبكة. والله لو جدي يحط من قبره يقول سامح زياد فلا سامحتك. خلاص انا احكم المهره وانت احكم زياد. اوكي. ربعي ربعي جوله جوله جوله. كفو. يلا زياد باخذ حصان انت ارجع البيت. غامدون الله يديمك يا عضيدي. اسو يا اسو حبيبه قلبي والله. ساره ميدو مكبسين ما قصرت والله حبايب قلبي. المهره هلا. قايل لك ابشريبي. هلا هلا. ما يحكمون ما يحكمون. تفك الستار اللي وراك. الحكم الثاني تقولي قصيده غزليه في زياد او سعيد. لا لا في سعيد. الحكم الثالث. لا والله تستاهل انت. الحكم الثالث
علي بالحرام انك انت انت تحكي لنا قصه مضحكه صارت لك. الا والله من بعدك انت انت كبير انت الكبير انت اخونا كبير يا سعيد. الله ينشفك يا شيخ. تقولي لنا موقف مضحك صار لك. كبرنا ف فلقست انت 30 يا ربع. زياد وسعيد ممكن تسكتوا دقيقه؟ يلا. اما تفك الستاره. ترى يا جماعه كل واحد يشوف اصله قبل ما اتكلم قبل ما اترمس. كل واحد يتكلم عن اصله بعدين يجي يتكلم عني، اوكي؟ كل واحد يحترم نفسه بعدين يجي يتكلم عني، اللي يدش عندي باللايف يحترم نفسه. هاتي حكامتش يا حياتي. مهرة ترى والله هم يمزحوا معليش ما يقصدوا. لا لا مو عليكم اتكلم اللي عندي. عادي عادي. طيب احكي لنا موقف مضحك صار لك. يا رب تصير في مضاربة يا رب. لا لا انطيني ثلاث احكام. انطيني ثلاث احكام. سيد رد عليها يا سيد. سماح. هلا. سماح؟ لا اللي تبينه. أنا بخاف يا مهرة سماح خليني أجري. سماح يا مهرة أنطيك سماح يا مهرة. لا عادي عادي أنطيني حكامك. يا سماح يا تسوي بلوك لزياد يا تسوي بلوك لسعيد. أنا بسوي لكم بلوك حياتي يعني يلا دزوا أم أمها كلكم. والله سماحي يا المهرة المرة الجاية بحكمك أو يلا أوكي حياتي تشرفت فيكم حبيبي الله يسعدك مع السلامة باي باي بأمان الله. ولك ما بدهاش تزبط يا زلمة. أنت يا سعيد خشمك ما بتقدروا عليه ما تسكتوا دحين أنا خفتها. آه طيب هواياتي التنمر يا كرمل يا أخي ما تتنمر تفكون أنا في وش المدفع خفت دحين وأنا ودي قلبي وأنا بلعب أنا دول فيه كويس ما عودت فوقك حتى انت يا ولد كانت حبابه من اول فجاه كل يوم انا خلعت ربك اها دب انت اللي كان بدك تتزوجها سعيد الله يستر عليك وزوجك بعيد عنها انا ما عاد بخطب لك اقسم بالله لا دحين امك اصبري في واحده اسمها ساره استدعتني قالت لي على الصدق اصبري بالله خلينا نشوف طيب لا 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 انا والله ما عاد بخطب لك الصدق والله خلعنا كلها اخطبي لي هذه اخطبي لي هذه يا كرمل بالله يلا هات الله يسعدكم انتوا اللي تدنوا بعد قلبي هاي اهلين شو الاخبار كيفك يا مايا تمام يا حلوه انت كيفك انت الحلوه ولك انت السكر ايوه نفس الحلوه والله الحمد لله يا سعيد انت اخبارك خير الحمد لله داون داون ليش ما قلتي زي كرمن ها ليش ما قلتي لي زي كرمن ليه ما قلتي لي يا سعيد يا حلو راحت عليك بس كرمن معلش عندكم رابع عندك رابع سعيد انت الرابع وانت العاشر وانت حياتنا كلها بورا الله 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 انت تغني انا بطلع انتي موجوده الجمال ده انا ما بستحمل لا لا يا روحي تطلعي لا لا انا بشرمي نفسي من الشباك لا 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 خليك اقعد ويش والله ما اعض والله ما اعض والله حبابه انا والله ما اكل مايا كم عمرك اوكي 20 يا روحي وانتي مايا كم عمرك العمر كله انا 29 ها 20 يا سعيد عاشرة ضلوعك ما ترد علي زيك ليش يا اخي ليش طيب 20 يا سعيد ها كيف وجهه خسيس سعيد قال يا سعيد شايف رابع زي بنت جيرانكم ولا لا كلمن ما شافوا وريتك اللبس الجديد ها ورينا واو مرة حلو لا انا قلت كلمن انت اسمك مايا انتظري دورك والله حلو صدق والله حلو فخم لبى روحك يا كرمن والله اعرف والله حلو والله صدق حلو صدق حلو ما شاء الله جاي معاك لا عاد احد يعطيني رايه بعد كرمن خلاص ليش دحينك كيف الحين يشوف نفسه اشترى 400 امانه ده من وين لجي نشتري لاخواني والله ابشري والله عندنا في مكه يا كرمن تبغين والله كرامه من عيوني والله تسلم عينك والله بس اني لو ارسلتها لك قيمه الارسال اغلى من الملابس نفسها طيب مايا انت وين؟ انا بجدة خلاص مايا قريبة ارحب ايش والله ما شفتك يا قايد ارحب الحمد لله على السلامة وماجور
ماجور يا روح اخوك ماجور. طيب شو سوي يا جوجو؟ ما ترضون انتو؟ زين شعري. طيب مايا قريبة طلعت بجدة يا سعيد. اوف اوف. انا في مكة يا كريم. ربيع ربيع يا مايا. ارحب يا سعيد ارحب الله يجعلها ترحب. انت مكة. خلاص انا بالرياض اجل. غير فعلي. والله يا قايد ما شفتك إن كانك موجود باقي في البث. والله ما شفتك العتب على النظر يا روح أخوك ألحبي يا لو لو. تكبيس ليه وقف؟ ليه يا فوي؟ تكبيس يا ربعي. يا أخوان تحمدوا لقايد بالسلامة. الرجال كان تعبان والحمد لله سلام إن شاء الله عليك. بإذن الله أنه طيب وبخير إن شاء الله. ألف سلام عليه. ما يشوف شر كوكو سودانية بس دحين كوكو بعد المغرب نعم. ما عليك جوز مايا يا كوكو نهرب مايا. ربعي يا ربعي تكبيس تكبيس يا ربعي تكبيس. والله لا شغلها تكبيس يا ربعي تشتغل مايا. اي والله يا غطوط عيوني كنتي مسكينة يا مايا لا كلت كذياب. قوم يلا قعدي زي كذا صلحي القعدة ارفعي راسك فوق قولي لهم الدبل قول لهم شدوا الدبل يا عيال شدوا ايوه خلي وجهك صارم حواجبينك فوق لا يفوز علينا هذا ربعي يا ربعي ابو اربعة يا جماعة استنى الدبل غيمة يا غيمة اين مربط النار 37 حلاوة من اشخاص مختلفين يا جماعة قربوا مربط النعامة مني طهور طهور والله يا أخوان قسما بالله يا هذا الإنسان إن خيره في بطون كثيرين والله ولا يجحد ولا يجحد وقفات الإنسان هذا إلا واحد عديم أصل كفو أدبل أدبل قربنا وش مواصفات فارس الأحلام لو قلنا عندك فارس أحلام والله يا سعيد يعني أنا أقول إن توني صغيرة على السوالف عادي بستنى ماشي زحمة صح يا كارمن لا كمل ما تسمح والله صراحة ما صح يا مايا الصدق والله أنا أقول ليه؟ والله ما صح يعني خلاص مايا عمرك 20 ما شاء الله عمر الزهور عمر المنى والشخص يوم يجي البيت ويعني ويكون يعني كذا يعني الواحد ليه لا والله صدق أنا برضو أتفق معها والله طيب إيش مواصفاتك مايا؟ أخبارك كارمن إيش؟ تمام غيمة يا غيمة تمام أنت بخير؟ الحمد لله ايش هواياتك يا مايا؟ ايش بتحب تسوي في اوقات فراغك؟ والله ابد اسمع يا باني انا ابث كل وقت فراغي بثوث كل وقت بثوث تعرفي تطبخي مايا؟ ايه فعلي ايش الطبخات اللي تعرفي تسويها؟ انا اخواني يا جماعة نستطيع انا اسولف كيف مع الحال ربعي ربعي كبسوا ربعي يا ربعي تكبيس لي وقف ما ايش فيكم ايش يا ربعي والله ما ادري عن بناتكم يا قايد يا قايد الله يجعل رزقك مطر ترى في واحد بزيد ارسل لك اسمه في الخاص تراه قريب عليكم السلام وصل اليوم 56 ربعي يا ربعي لا يجيبك يا قايد لا يجيبك والله ما نرضى فيك والله ما نرضى فيك ربعي يا ربعي الجولة جولتين صح يا كارمن تعيد جولة ولا جولتين لا والله مرضى فيك يا قايد لا ورب محمد تعيد في عالم ثاني يا مايا الله يجعلك الله يرحمني سعيد ضيفوا قايد ضيفوا غمدون ضيفوا فخم والله ما قصروا والله اني حاولت اليوم يا غادة لكن ما قدرت فرقت ساعتين مايا هي جولتين قلنا لا والله العظيم ما اتفقنا الا جولتين صحي كامل طيب اقول لك على حاجة يا مايا هلا علي الطلاق من ذا الشنب أحلق عكس بالموس ها إذا فزتي بالجولة الثانية
خلاص بدل ما يطلق وانت تطلقي خلينا نتحكم من الاولى. اعطينا احكامك يلا ولا تزعل. يلا الحكم الاول تفقعين عينك، تقدرين تعيشين بعين واحده عادي. بس الحكم الثاني. الحكم الثاني تجيبين سكينه خضره تقطعين زغولك. ابغى اشوف الاسنان من هنا. خاف يعطوني باند عشان طلعت سكين غيره. منى يا منى بعد قلبي غيمه فرح نجود. لا ترد عليهم. لم قاعد اموت حاليا يعني. حب كبير. قايد لا ترد عليهم، القم اشراف اللي ما عجبك كف على عينه. كذي اطرده. اقلعه قلعه تقلعه الله لا يرده. طيب انا عندي حكم ودي اطبقه مع كارمن ومايا صراحه يعني. هات. ركزوا معي، الحكم طويل لكن ظريف في نفس الوقت. مايا ابغاك تسوين زي كذا. كذا شوفي من الانف وتحت. كارمن العكس كذا من الانف وفوق. انت عندك مين اللي فوق انا ولا هي؟ انت. حلو ممتاز. يلا يا مايا. طيب الحكم الثاني. الحكم الثاني بصل تحت عيونكم جوله كامله. الحكم الثالث. كل واحده تحط 3 حبات مرقه ماجي في ثمها. الله اكبر. مايا خلي نص وجهك نص وجهك، خلي حليب الشوكولاته ده يندمج مع الفانيليا. يا والله يا فاتك امس يا قايد جات جوله مع سعود يا لطيف. ايش ندى كده تمام؟ لا ارفعي فوق يا مايا. بسم الله من الانف وتحت. من الانف وتحت يا مايا. ايوه ارجعي والله ترجعي. لا لا الوش قاسي والله. صار الوش قاسي. شنو عيونك يا اخي؟ راح فين الجوله؟ مايا اقبلي دقيقه. ايوه لا بس اثبتوا. لا حول ولا قوه الا بالله. بالله لحظه خلنا نصور لحظه. مايا ارفعي وجهك لفوق زياده. مايا عيونك باينه. بسم الله كاننا بسيط من حسب البر. يمه يا شنا مايا. شوفوا يا سعيد. شوف مايا قاعده تخرب. خلاص صور الرجال. يلا والله حلو. بس خش المطعم دقيقه. برجع عمري دقيقه. صغيري ربعي تكبيس لا يوقف يا جماعه. نص طيعه ترى تعيد. خصم بطاطا يمدينا. خصم بطاطس. خصم كوسه. انت بطاطس وفجل ولا اراك شيء يعني يا سعيد. كبسه. طلع صوتك يوم طلع قايد الخيل. ايوه ونعم فيك وفيه. ويا سعيد انت بطاطس كبسه. تكبيس لا يوقف. تكبيس حلو عليك ترى البطاطس حلوه. سعيد بالله ارسل لي الصوره في السناب بعدين. تكبيس لا يوقف. ربعي دبل. وش تعطيني مقابل؟ تم يا جوجه تم. ها؟ وش تعطيني مقابل؟ بزوجك مايا. الله اكبر. ربعي ايش المقابل هذا؟ ايش في مقطوعه من شجر انا؟ انت بتجي مايا. ليش ما تضيفيني في السناب؟ مايا ليه ما تضيفيه؟ سنابي خاص انا اسف. كبيرة. ما هذا يا شلهوب؟ ما هذا يا شلهوب؟ انت احفلت يا شلهوب؟ لا اراك شيئا يا شلهوب. طاح الخشب يا شلهوب. يا ربعي الدبل. ارحب يا طفل الطروحات. الدبل 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 الدبل. لا انت تسال. الدبل. ربعي. ارحب يا فخام. خلاص اسرعي. ربعي الدبل. ربعي. اللي عنده وعي مايا الدبل. ايش دخل الشباب؟ الله يستر الحين. اول لاعب طرف بالي. فخم يا فخم. وشو جوجو؟ يلا دحين بحكمكم حكم ظريف ثاني. الدبل غيمه. باقي دقيقتين اقول. اتوقع كارمن بيعجبها الحكم. ربعي الدبل. اخ اتوقع انك تنهزم عادي. يلا وين احكامك؟ اتوقع كارمن يعجبها الحكم. كارمن ايش تسجيل الدخول القوي هذا؟ ما انتبهت يوم دخل. الله يجيبك يا قايد. الله يجيبك يا قايد. وين اللي قال احلق شنبي بالموس؟ بالعكس اوصله من الدويس. لا خلاص انصور يا جوجو. لا خلاص حكمتكم. على وين يا جوجو؟ الله يجيبك يا قايد. الله يجيبك يا مها. يا جماعه جوله انتبهوا من الجحفله. يلا يا روحي شدوا.
شدوا باقي دقيقتين. جيبوا لنا قايد يا عيال، جيبوا لنا قايد. كفو يا لانا كفو. مايا عيون مايا، عيونك اخذت قلبي ما شاء الله. كيف رسمتيها كذا يا مايا؟ عيوني ايوه ما شاء الله ونعم، بس كيف ما شاء الله السحبه؟ الله تعودنا ما رسم. يعني تبين اعلمك؟ خلاص اعطيني أيوة سنابك وارسل لك. خذ سنابي سي اي اي نقطه 369. دقيقه بي 3 زي ايزي سي اي اي بي 3 زي ايزي نقطه. اصبر قاعدين نبدا 40 اخر دقيقه. سعيد دقيقة، هذا متأكدة إنه هذا سنابك؟ سي اي اي بعدين نقطة 369 اي 3 زي ايزي. اوكي هذا شي يقول. لا والله يفوز. ضفتيني؟ يا جماعة آخر الثواني ضفتيني يا مايا؟ والله كتبت عندي يا روحي، سنابي مو هنا الجوال هذا. سامح ضيفيني بعد بعد 10 سنين لما انساك. طيب شاطره بنتي. ربعي ربعي اخر ثواني. راحت علي والله. ربعي اخر ثواني. مسابقات اليوم يا عيال عجبتكم بالله؟ ما يعمرها 20. اقسم بالله العظيم يا من يرد الجوله ويحتميها والله لدعي له ليل ونهار. آه يا ربعي فدا 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 فدا. أخم لب روحك الباسل سعيد. دائما تفرح يا روحي. آي آي سارة مكبسين حب كبير. يلا سعيد. ترى كل واحدة بتعطيك حكم يا سعيد. شوف بما ان السكور عند مايا، مايا تعطيني حكمين وكارمن حكم، بختار واحد من الثلاثة وانفذها. طيب لا والله المفروض هي تعطيك حكم. والله كذا كذا نظام الثلاثي والله. مايا جيبي انت حكمين وانا احكم واحد. طيب الحكم الاول السلطعون لمدة دقيقة ونص. ما نفذ. الحكم الثاني سبع تيشرتات فوق ملابسك. حلو. الثاني الحكم الثاني ثلاثة ليبتون هنا ثلاثة ليبتون هنا لمدة جولة. طيب وكارمن ايش حكمك الثالث؟ الحلوة طلعت ما هينا. اي والله انا حكمي مايا عادي نسامح ولا ممنوع؟ لا والله يا سعيد كان ودي اسامحك بحكم الاخوة اللي بيننا وانك كنت جيراننا زمان واحنا اطفال في الرياض، لكن مايا رفضت. الحكم الأول يا سعيد. الحكم الأول تتقدم لمايا تتزوجها. الحكم الثاني. يا الله ايش دخلني؟ احكم لا. سعيد ما تتزوج اقعد. لا تدخلين. طيب. سعيد. تمشي تركب الدباب حقك وتثبت الجوال بعيد وتفحط لنا على كفرين على كفر واحد. دبابي والله ما هو في البيت اللي أنا ساكن، دبابي في بيت أختي. انت تشتريه تدي اختك؟ طب اسمعني. الحد من اول يطبق. الحكم الثاني تنط من الشباك وجوله كامله تكون بس مطلع راسك من الشباك اللي وراك وقافل عليك الباب، الباب كذا يكون مقفول بس نشوف وش سعيد ونخش. الله حلو ذا الحكم. اها من الشباك اللي وراك. ثانك يو جوجو. ما ايش حتسوي اي واحد؟ سعيد قول يبا قول فتحوا الزيارة ولا ما فتحوا الزيارة؟ فتحوا الزيارة الله يعطيك عافية. ربي كبسوا يا جماعة تكبيس الزيارة مسموحة العوائل يوم الجمعة بس. العوائل يوم الجمعة يا أخوان يا جماعة دوب طايق شحن تكبيس ليه وقف؟ نعرف النظام العوائل يوم الجمعة بس. تكبيس ليه وقف؟ ارحبوا جميعا الله يبارك. تكبيس كبسوا سعيد خصم ايزي نفوز عليه. تكبيس كبسوا يا من يردها ويحتميها والله لدعي له ليل ونهار.
ارحب يا متجر الريان. ايوه متجر انا والله ما ودك فيك انا يا عيال. تمام تمام يا جاكم. اما يا سمو ما حيفك اليوم يا سمو من جدك؟ سمو ما حيفك اليوم؟ ربعي يا ربعي مجزين اليوم شكرا. تكبيس ليه وقف؟ المقصف المقصف الفلوس حطوها عند ال... يا ولد جانا يا بعد ابويا وامي جانا اسمك كتب تكبيس والله ما هو تكبيس اتش ثانك يو انت تقري ايه جوجو تقري ربعي ربعي 35 حلاوه من اشخاص مختلفين 35 حلاوه من اشخاص مختلفين 35 حلاوة من أشخاص مختلفين. حلاوة يا عيال حلاوة 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 حلويات 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 يلا يلا جيش الحلاوة لجل ما يسلخنا يلا جيش الحلاوة يلا باقي 15 حلاوة من أشخاص مختلفين شدوا شدوا يا ربعي اللي عندي وعند مايا شدوا ربعي ربعي حلوياتكم لازم أشخاص مختلفين لازم أشخاص مختلفين لازم أشخاص مختلفين يا جماعة شيروا 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 بيعوا سووا أي شيء يلا لا باقي 15 حلاوة قربنا 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 ارحب كيف الجو برا يا سعيد قربنا 10 حلويات اللي طبيت ارحب حلو 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 قربنا قربنا 6 حلاوات 6 حلاوات قربنا راحت اخ اخ ليه يا ربعي قربنا حرام قربنا حرام يلا يلا مقبلين من الله يا كرم سعيد خلاص يا سعيد سامحتك دوب دوب خلاص ها سامحتك يا سعيد صورتوه بس سعيد سامحتك كيفك يده تشنجت خلاص والله يعطي عدوكم عافية ارحب يا الصوت ربعي يا ربعي ربعي دعوة يا جهرهات تنحب للمعجب قمرحبا عرون خلاني ادخل يا جهرهات تنحب للمعجب قمرحبا يا حي عينك وطريق شيروا يا جماعة شيروا شيروا فديت قلبك يا قايد ربعي يا ربعي الله يعزك ولا يعز عليك يا المطنوخ يا الصاطي فديت أرضك وروحك ربعي يا ربعي وقطع ورب البيت قايد وقطع جانم الله يعزك يا روح اخوك الله يعزك ولا يعز عليك ايوه مايا هلا هل ميو يستطيع يرد 160 من غير دبل ما يقدر صح تعالي والله الامير يستطيع لكن الحكم الاول طيب ترى نسمعك تقفلين بنتك تجين سجن عندي لين نهايه الساعه كيفك حرام عليك ما لي شغل ما لي شغل الحكم الثاني ثلاث حبات حبتين يا شيخة هاي حبتين فلفل تكسرينها بالنص تفركين برطمك جولة كاملة الحكم الثالث تجيبين مكنسة كهربائية تشفطين برطمك دقيقتين والله ما أتوقع إنه عندي تنغام الحكم الثالث تجيبين عطر أنا أقتنع إنه عطر تبخين في ثمك 10 بخات وأنا الدنيا حكامي أنفذ من بدري بدري طيب دقيقة كيف الحين أنت تحكم علينا إحنا الاثنين ويوم إحنا حكمنا لأن أنا لحالي أنا لحالي طيب غش أنا لحالي أنتوا اثنين طيب اثنين كان مفروض نحكم عليك إحنا اثنين لا 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 صح لا 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 أنت فاهم نظام الثلاثي غلط أنا لحالي لو معي واحد ثاني كان كل واحد يحكم واحد والله يا مايا كارمن ماكلة تبل سامحيني أنا جولة ثانية بفزع عليك الجولة دي الثنتين في نفس القارب محشوم سعيدها تحكامك يلا وش تختارين يا مايا ايه يا لون والله حق العطر ما نفذ يا عيني ابشر بيه بنفذ فنجال قهوه تعبينا زي الطبخ تشربينه ناوي علي انت سويت لك شيء والله والله هذا هذه احكامي كارمن دقيقه بعد قلبي الشباك الشباك غيمه المكبسين ما قصرت والله سعيد الله يديمكم يا عيال ما قصرتوا قايد بروح اشوف وش عندي رقم 2 رقم 3 عبد العزيز فيصل الوسيدي يلا يا كارمن يلا احكامك حكم الطاقه وتقولين متى الزياره ايش الطاقه ايش معنى الطاقه الشبك يعني الطاقه النافذه اوكي الحكم الثاني الحكم الثاني تروحين توقفين جنب المزهريه هذيك طيب احنا في الدور اللي فوق طيب وش المشكله يعني يعني قصدك اه
طيب اوكي الحكم الثاني. الحكم الثاني تقفلين بثك تجين سجين عندي جولتين. والحكم الثالث صورة من اختياري في سنابك. ارسل الحين سناب. خليني ارسلك مرة واحدة الصورة حقتك. اوكي. ايش مكتوب عليها؟ كلام يلامس القلب. ايش اللي بيلامس قلبك؟ القلب المنحجر ده ما توقع في شيء بيلامسه. هات. نوس عسل. اكتب 40 جاد يبحث عن زوجة. لا! سوري. وش اللي 40 يا انت عطوا لساني؟ عيب يا ميم عيب. 40 40 خليها. اكتبي سواك في رمضان ب 200 ريال. لا لا يا جماعة بيجي ازعاج. يا بنت حلال استحي من الله وش ذا الكلام؟ معليش يا اخي والله ده هم كتبوا انا قريت. يلا هات الصورة. بالله شو ايش رايك في المقطع؟ لا لحظة ما هو هذا. سعيد التمايد يا سعيد ما بالطيبة وقلت تزوجوني اياها. ما تخف عليها شوية. يعني دحين البنت ما جبتها طيب القلب ما بتجيبها بالقساوة. قلبك ليه قاسي؟ قلبك الطيب وش اللي غيره غير حنانه. هي سعيد ده فيديو ماشي وين؟ بالله وش رايك؟ سعيد يا بابا التفاهم غلط. ده ما اعلان حق شركة طالبين موديل. كرسلي ما جابك للحب راية وما جابك هنا ولد الكريمة وانت بنت العقيمة. الكلام ده ما بينفع. يعني صورة بس وصورة ده شنو؟ ده تتملح بيه على واحدة انت بتحبها. وجه الله يعني. والله لا بوريكم الفيديو صدق شوفوا. شوف الفيديو. ارفع الجوال شوي ارفع الجوال. اصبر شوفي. ايش قلت اسوي فيهم؟ الحب يا روح مع النسفة. اها ايش اسوي فيهم يا سعيد؟ خلاص بحطه يا سعيد. يلا افركي برطمك جولة كاملة. الله العظيم انا زي ده ما شفته صدق. فيديو يا ظالم. قولي ورب كعب النحار، قولي ورب المصحف النحار. والله النحف الفلحار حق امي. تحب الحار. بسم الله عليك وعلى امك. يلا هاتونا هاتونا الحمد العنزي هذا اللي يبغاني. يلا خلاص خلاص نفذ يا كرمن مع المنشن. يلا فمان الله يا ربعي. مع السلامة. مع السلامة باي. هاتونا محمد العنزي هذا اللي تقولون عليه يا عيال وين هو؟